السلام عليكم. أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، مسجلة تراجعا مقارنة بحصيلة يوم أمس أين تم تسجيل 351 إصابة. وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 198,004 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5,420 بعد تسجيل 21 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. هذا وتماثل 283 مريض للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 134,959، فيما يتواجد 39 مريض بمصلحة العناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع، كما دعت الوزارة للحفاظ على صحة كبار السن بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم أمراض مزمنة.